صباح الخير، معكم نستار لبنيس كيتشن. اليوم راح أعمل كوكيز الحفلات، وقبل ما بلش ما تنسوا إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك شير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل شي جديد. ممكن تحضروه قبل بشهر من مناسباتكم وتحتفظوا فيهم بالفريزر. بالنسبة للتزيين، أي شي بتفضلوه، ممكن يكون مكسرات وممكن يكون أي سبرينكلز بتختاروا. رح بلش بالمقادير. رح احتاج 200 جرام من طحين الكيك، 4 معالق طعام زبدة، معلقتين طعام سكر عادي، 5 ملاعق طعام حليب سائل، رشي من الملح. بجمع كل المكونات الجافة اللي عندي، رح أخلطهم منيح وبنزل الحليب والزبدة. بجمع الخليط. أول شي رح تحسه صار مثل الرمل وناشف ما بيأثر، منجمعه قد ما فينا ما بعجن. نقلتهم على البلاستيك ورح حطها ساعة بالبراد. وهلا بدي مدها، ضروري نمدها بالبلاستيك كرمال ما تلزق على الشوبك نحن وعم نمدها. قسمتها نصين، كل نص بدي اعملها موديل. هولي رح اقطعهم بالطول، بدي اعملهم ستيكس. هيدا الموديل مميز للحفلات وللمناسبات. حميت الفرن من فوق وتحت وعلى المروحة على حرارة 170، وراح حطهم بس 7 دقايق. إذا شفتون احمروا بسرعة دغري ضهرهم، وممكن تحموا الفرن بس من تحت. حطيتهم بنص الفرن. بقي عندي شوي عجينة كرمال سيرين ما تاكل بالليل شوكولا، رح اعملها بزعتر. رح اتركن بحرارة المطبخ تيبردوا على الاخر، وبرجع بحتفظ فيهم بعلبي. ريحتها ولا أشهى من هيك، موديل مرتب. تابعوا معي للآخر لنشوف كيف حنزينه. حضرت شوكولا بيضة وشوكولا بنية. رح حط الشوكولا 10 ثواني وحركن بالمايكروويف، ما بياخدوا أكتر من 30 ثانية، أو إذا ما عندكم مايكروويف ممكن تدوب الشوكولا على حمام مائي. ضروري نحط ورق شمع أو سيليكون، لأنه بس تنشف الشوكولا ببطل فينا نقيمهم. قبل ما يبرد الشوكولا رح رش على السبرينكلز أو المكسرات اللي اخترته. كرمال إذا برد الشوكولا ببطل يلزق فيه. هون عندي الموديل الثاني. إذا حابين تضيفوا أي لون للشوكولا لازم يكون ألوان زيتية خاصة للشوكولا. حتى ممكن تقدموها بالولادات، بسيطة وسهلة وسريعة ومنها مكلفة أبداً.
بعد ما ينشف الشوكولا ممكن نحتفظ بكل حبة بحبتها بكيس الكوكيز. شوفوا شو مرتبة وكتير طيبة. كل المعلومات أو المقادير اللي رح تحتاجوها بتلاقوها تحت بصندوق الوصف. تلتا مايزي لمس الأدية هيدا الشيشر كون خبروني الكومنت تحت.